فاميلي معنا دكتور ديزيري أزي، دكتور بعلم النفس وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك دكتور أزي. موضوعنا اليوم المشاكل النفسية، اختبارات الحياة، اختبارات اللي بيكونوا مرقوا فيها الأهل، وقد ايه بتأثر على الأولاد وعلى يمكن تفكيرهم، على عقدهم وعلى مشاكلهم النفسية. بتعرفي بس نقول عقدهم اوقات بنضحك، بس هي نحن كلنا عنا عقد، كتله عقد، ويمكن هيدي العقد اللي فينا هي اللي بتعمل شخصيتنا وبتعمل الاختلاف بشخصيتنا والغنى بشخصيتنا. من هيك لازم نعرف من وين بتجي هالعقد، شو هي العقده، وين بتصير مش صحيه، وين اوقات بنقدر نستخدمها تنوصل لاهداف نحن بنحطها بحياتنا. هلا الاشياء يلي بتخلينا نتعقد او ما نقدر نعبر عنها هي الصدمات او الاشياء يلي بتمرق بحياتنا ويلي ما فينا نحكي عنها وما فينا نعبر عنها وما بنلاقي حدا يسمعنا تنطلع من هالاشياء يلي ما بتتقبلها شخصيتنا او ما بيتقبلها الفيكيو تبعنا، ما بنقدر نفهمها، ما بنقدر نستوعبها، بالاخص بالعمر الصغير، لانه منشأ أغلب المشاكل النفسية والعقد النفسية والاضطرابات النفسية هي مرحلة عادة الطفولة، لأنه الطفل بيكون غير جاهز، ما عنده الجهودية العقلية العاطفية النفسية تيقدر يستوعب الأشياء يلي ممكن أنه الراشد يستوعبها. من هيك علينا نحن نكون حده، علينا نقدر نفسر له الأشياء والأشياء يلي ما بنقدر نفسر له إياها وبتمرق معه بحياته، علينا أنه نستشير حدا اختصاصي يقدر يمكن يساعدنا من دون ما نحس انه عم نخسر ابننا او نحن عم نتركه لحدا غريب او يمكن هالشخص. يمكن الاختصاصي يساعدنا لنا نفسر، مش ضروري يكون عم يساعد. ما هو اذا نحن ساعدنا لنا، اغلب الاحيان بتعرفي كاتيا بعمر بيكون طفل صغير بنشتغل مع الاهل دائما اكثر من الولد اوقات، حتى هن يقدروا يحلحلوا شوي العقد اللي عندهم. يكون عندنا مشاكل نفسيه، مشاكل مش عم اقول ضروري تكون عم تتطور، ولكنها موجوده عند كل الناس، لانه نحن عايشين. اكيد نحن عايشين عم نتعرض للمجتمع، عم نتعرض لكل الضغوطات والاختبارات اللي بتصير حوالينا والضغوطات النفسيه. أكيد. الموضوع كيف رح يتعاملوا الاهل مع هالمشاكل النفسيه؟ نعم، الموضوع اذا بدك، هل هالعقد النفسيه او المشاكل النفسيه بتجي من علاقتنا باهلنا او من التروما، من الصدمات يلي ممكن انه نعيشها بحياتنا خلال حياتنا. هلا الموضوعين اذا جيتي حطيتيهم بيطلعوا مرتبطين ببعضهم، لانه طبعا تختلف الصدمات يلي ممكن نعيشها. المجتمع اللي بعيش الحرب وقساوته مختلف عن المجتمع يلي ممكن الولد عم بيتعرض يمكن فيه لمشاكل دراسيه ولمشاكل يوميه. هون بدنا نشير لهيدا الاختلاف الكبير. بس هون شو دور الاهل بحاله الولد عم بيتعرض لحوادث معينه عم تاذي او عم بتضره بحياته اليوميه؟ وبنعرف مثل ما قلتي انه الحياة اليومية هي مليئة بالمشاكل، يعني سواء الولد راعى المدرسة يمكن قال له رفيقه كلمة زعجته، او قالت له المعلمة كلمة ما عجبته، او اخذ نقطة يمكن ما رضيته، او حس انه امه عم تبعد عنه، او كل هيدول الاشياء. ليش بصيروا صدمات وليه بصيروا عقد نفسية وليه بصيروا بلوكاج للتواصل مع الاخر؟ لانه الاهل ما حكيوا عن الموضوع، لأنه الأهل ما أثاروا هالموضوع، أو لأنه الولد بس بلش بده يحكي عن الموضوع سكتوا، أو قالوا له كبوا بالنسيان، أو ما تحكي عنه، أو أنت أقوى من هيك، أو الصبي ممنوع يبكي، أو حتى أنت ممنوع أنه تحس بهالمشاعر هيدي. أما إذا الأهل ساعدوا هالولد وكانوا هن مهيئين نفسيا وعندهم هالنضوج العاطفي والفكري تيقدروا يساعدوه وخلوه يعبر عن هالمشكل هيدي اللي عم بعيشها، بيقدر يتخطاها الولد وبيقدر يحس أنه هو قوي بمواجهتها، لأنه ما عم بيواجهها وحده. كاتيا هون كتير مهمة هيدي الشغلة، وكأنه ما في شيء اسمه نسيان، خاصة للتروما، يعني الأشياء اللي بتصدمنا إيه أكيد. لو تنسيناها كأنه ما بننسيها. بتعرفي انه بس نقول بدنا ننسيها بنكبها بشي عالم اللاواعي، عالم الكبت، بصير اخطر، نكبتها ما بننسيها. نحن بالتحليل النفسي ما بنقول بننسى، منقول منكبت، يعني منزتها بعالم اللاوعي. شو يعني نحطها بعالم اللاوعي؟ ما هي الأشياء، ليه بيصير في اضطرابات بالشخصية؟ ليه بس نوصل لعمر الرشد بنوصل لاضطرابات بنعاني منها، كان ذهنية أو كان عصابية؟ طبعا العصاب هو أكتر، النيفروز هو أكتر.
هون ليش بنوصل لهالمرحله؟ لانه زتينا كثير بالماضي، لانه حطينا كثير باللاوعي وقالوا لنا ما تحكوا عن الموضوع او عيب او حرام. هيدي العيب والحرام اللي بتجي السانسور، اللي بتجي الموانع يلي بتجي تمنع الانسان يعبر عن الاشياء، وبنقول وبقول الطفل انا نسيت شو صار معي. بنوصل اوقات قدام حالات، انا مره قلت لازم نحكي عن كيات يعني معينه، قدام حالات فيها نسيان عام لمرحلة معينة من الطفولة أو لمرحلة معينة كان فيها صدمات معينة، لو مأزية ما شاء الله نحاول ننسيها، منحطها بالدنيا، مننفي أنه كانت موجودة، أنه مننفي هالحالة من الصدمة اللي عشناها، وبالتالي هيدي الصدمة يمكن نحن كبتناها بعالم اللاوعي، بس هي تجسدت بعوارض أخرى على الصعيد النفسي الجسدي، على الصعيد الاضطرابات الشخصية، على طريقة التصرف، علاقتنا بالآخر. يعني هون منصير نقول نحن أقوى ونحن بننسى، وبفكروا الأهل أوقات أنه لا عيب أو حرام أو ممنوع أنه يحكي فيها الولد، منخليه ينساها، من ظهره مشوار بينساها. لا، إذا عاش الولد صدمة معينة، أي صدمة اللي كان، بدي بلش من الصدمة البسيطة اللي ممكن فيها أنه يقول له رفيقه لولد ما بدي أحكيك، أنا ما بقى بدي صداقتك. هيدي بالنسبة له صدمة، إذا كان عمره 6-7 سنين ومعلق برفيقه وحاسس أنه رفيقه هالقد في علاقة قوية بينه وبينه، تركه الآخر وكأنه خدعه أو بطل هو يستاهل هالمحبة. هون علي فسره للولد أنه هل هيدا الشيء بس جاي منك ولا جاي من الآخر كمان؟ قدي أنت عليك الحق وقدي الآخر عليه الحق، فيها هيك شيء. وأنه دايما نجهزه أنه يستوعب أنه الحياة ما فينا ننسى صدمات، لا بدنا نواجهها، بدنا نحكي فيها ونشوف أسبابها تنقدر نعالجها. هون الحوار دايما منقول، بيقولوا علماء النفس ما بيحكوا غير بالحوار. نحن لأنه هون شغلنا بالكلمة والاستماع، إذا ما استمعنا لوجع ولدنا أو لوجع بنتنا أو ابننا ما بنقدر نخليه يتخطى هالوجع. قد ما يكون الولد عنده قوة شخصية، قد ما يكون نعتقد أنه معودينه يكون عنده ثقة بحاله ويكون مستقل ويقدر هو يواجه الأشياء، بحاجة لمرافقة لا يواجهها ولو على طريقته. كيف بده يكتسب الولد قوة الشخصية؟ ما في ولد هيك قوي الشخصية. هلأ أنا دايما بقول في وراثة، في عامل وراثة أكيد مهم، بس في عامل أنا بعطيه الشخصية، بعطيه هالقوة وهالثقة للولد بس يكون صغير. بدي أعطيه أنا هالثقة بالذات، أول شيء بدي أحبه مثل ما هو، وبدي أعلمه أنه هو بيستاهل أنه يكون محبوب، وبدي أخليه هي وبالتالي يحب حاله ويخليه يحكي عن ضعفه، حتى مش بس يحكي عن قوته وقدراته، لا يحكي عن لحظات الضعف يلي بيمرق فيها، يحكي عن مشهد شافه ما قدر يستوعبه. لأنه بتعرفي نحن ما بنقدر نحبس ابننا بغرفة من إزاز ونأمل له كل العالم الميرفيو والعالم الرائع حواليه، لأنه بده يتعرض لأشياء بحياته، بده يشوف أشياء أوقات يمكن مش معود عليها بالبيت. وبتعرفي أنه حتى ما في بيت سليم، يعني ما في كوبل 100% سليم، بضل في مشاكل، وهون الولد بيتعود أنه يتخطى المشاكل. غير البيت كمان اليوم المعلومات كتير صارت هينة بمتناول الجميع، في معلومات بلكي منا مناسبة لعمره، أكيد رح نعمل جهدنا أن ما توصل له بوقت مش مناسب، ولكن ممكن توصل. بتوصل، لأنه بدها توصل أكيد. يعني المعلومات المش مناسبة ما فينا نعملها فلتراج قد ما فينا، بس ما فينا نمنعه يمسك أيباد، وما فينا نمنعه يفوت على الإنترنت، وما فينا نمنعه. كيف بيكون جاهز ليقدر يستوعب هيك؟ بدنا نحكي من الطفولة عن كل الأمور، بدنا من نحن ولد صغير نبلش نعمل له إنيسياسيون، نبلش نعطيه معاني لهالأشياء اللي ممكن يشوفها. أكيد ما عم بقول الولد بس يكون عمره سنة نحكي عن الأشياء، بس نحسه بلش يتعرض، بلش يكون عنده اليوم 5-6 سنين خلص أكيد. صار عنده معلومات 4-5 سنين ميري. أكيد صار عنده معلومات بيقدر يفوت عليها. نقدر نعطي معاني لهالأشياء الجنسية اللي عم بشوفها، إذا قلنا أشياء جنسية نقدر نعطيها معاني لهالأشياء الجنسية، معنى عاطفي مش معنى جنسي محض، لا معنى عاطفي. وبالتالي بس يكون هالمعاني العاطفية الولد بيقدر يستوعبها أكثر من معاني يعني جنسية. حتى بهالعمر ضروري نحط أطر للمواضيع أكيد. حتى لو كانت مواضيع بنعتبرها تابو ولا صادمة، ضروري انه بالعكس لانها تابو صادمه ينحط لها اطر ليعرف هالولد شو هدفها وليش ووين حدودها وين بتبلش وين بتخلص. اكيد كاتيا، بس هي منا صادمه، هي بدي هون اقول عاطفه، لا ما برضى فيها، لانه حسب انا كيف بعيش هاي الاشياء. اذا انا كأم
ناضجه وعندي هالمعلومات بالطريقه اخذتها بالطريقه ايجابيه بقدر مرقها بطريقه ايجابيه وغير صادمه لابني، اما اذا كنت انا مصدومه نوعا ما بهالمحل علي اني اعالج هالصدمه تقدر مرق له اياها بطريقه سلسه وبطريقه طبيعيه، لانه هيدا الموضوع الجنسي دائما انا بصر اني اقوله هو موضوع طبيعي من الحياه، العاطفه الجنسي اللي هن موصولين سوا، لانه بس يكون جنسي فقط بكون صادم. اثرتي موضوع العلاقة مع الأصدقاء وهذه شغلة كتير مهمة أكيد. لأنه الأولاد بيعتبروا وحتى المراهقين أوقات بيعتبروا أنه ضروري يكون عندهم أمي أنتيم، ضروري يكون عندهم صديق صدوق ويكون دايما معهم وبيفكروا أنه رح يرفقهم العمر كله أكيد. أوقات بتمرق مرحلة هن أصدقاء مع شخص معين وبيتغير الشخص أو هن حتى بيتغيروا وبتفرض هالعلاقة، وهون صدمة كمان كتير كبيرة. هلأ بعمر البلوغ وبعمر سن المراهقة عادة بنبش الإنسان على نفسه، بلاقيه بالآخر اللي هو الإيجو لإله، اللي هو صديقه يلي بيعتبره بيشبهه، يلي بيعتبره بحققه اثنين نفس الشيء، بفكروا نفس الشيء، بيعيشوا نفس الشيء، وكأنه بيقوى بقوي هالأنا تبعه بهالصديق الآخر. بأغلب الأحيان منحس أنه ممكن هالصديق يكون لفترة معينة ويتغير، لأنه بتعرفي أوقات المدارس تتغير، تطلعات تتغير، الأفكار تتغير، بس ما تكون هالسيباراسيون هالبعد بشكل قوي وصادم، ما يكون في شعور انه خانوا صديقه، لانه هون اذا خانوا صديقه ممكن يعمل كانه عوده للوراء للاهل، عوده للوراء للام او للاب ولمرحله الطفوله، وهون الاهل ما لازم ينبسطوا فيها هاي الشغله، علي اني اقولها، لازم بالعكس يقولوا له يمكن هيدا الصديق ما كان مناسب لك، فيك تنقي غير صديق، يعني مش ياخذوه بالاحضان ويقولوا له لا خليك هون بهالمرحله من التراجع، لا يشجعوه ويفسروا له ليش طار هيك ويحكوا بالموضوع، لانه هي صدمه كثير قويه. يمكن اصلا هالصداقه ما كانت مناسبه كمان، مش دائما بتزبط وبتكون مناسبه. تغلب اغلب الاحيان الولد شو اللي بنعمل اسقاطات على الاخر كاتيا، كان على الشخص اللي بنحبه اول حب وان كان على الصديق الاول، بنعمل اسقاط نحن شو بنحب، نحن كيف على الاخر، وبالتالي ما بنكون هن شايفين الاخر كالاخر، بنكون شايفين نحن شو بنحب، بنحب نحن كيف بنشوف الحب، كيف بنشوف الصداقه، بنشوفها بهالاخر. وبالاذى الاخر ما بيكون هيك، اوقات الاخر معه حق انه يصور ويقول انا حطيت محل انا ما بدي اكون فيه. يعني كل هيدي مجموعه صدمات. هلا انا بدي هيدول صدمات صغيره، تنمرق للصدمات الاخرى اللي ممكن يعيشها مثلا الولد اللي بيعيش الحرب. وهون دائما بنقول المجتمعات الغربيه بتروح انها تعالج الولد يلي بيعيش اي صدمه من تجاه الحرب، اي صدمه موت، اي صدمه فراق كثير قوي، وعلينا هون كمان انه نعمل هيدي الاشياء، يعني يكون في تدخل نفسي للطفل يلي ممكن يشوف اشياء معينه من جراء حرب، من جراء شيء معين، حادث مروع معين بحياته، لانه ما نفكر ولا لحظه انه هالشخص ممكن ينسى. بدنا نعرف شغله انه الانسان اللي بيعيش صدمه بيعيش معها كل حياته، وبالتالي هو بيتاقلم معها، هو بيحكي معها، هو اوقات بيوصل قد ما بيشتغل عليها يستعملها تصير عنده قدرات ابداعيه، يمكن قدرات للعطاء الكثير، بس اذا ما حكي عنها رح تشكل له مشكل كثير كبير بالمستقبل. لكن ما بتنمحى مهما كان صغير بالعمر. ولا ممكن انه الانسان ينسى اشياء عاشها، حتى بدي روح بالتحليل النفسي تقول من وقت اللي بيكون عمره بالاشهر. من وقت ما يولد الإنسان بخلي هالمكون باللاوعي تبعه، وكل ما سمحنا للاوعي أنه يتكلم، كل ما خليناه يصير واعي، وكل ما خليناه يصير أنضج. ومن هيك عطول نحن مدعي للحوار، مدعي للكلمة، مدعي الأهل أنه ما يخافوا يحكوا حتى لو الصدمة إجت منهم، ما يخافوا، ما يذنبوا نفسهم. يعني أنا إذا يمكن ابني شاف مشهد مش حلو شافني فيه، لازم أحكي فيه، لازم أقول له تعال نحكي بهيدا الشيء لأنه صار هيك قدامك وكان السبب هيك، يعني لازم خليه كمان يعبر عن احساسه يلي حسه تجاهه. وعم بحكي هون اكيد فهمت علي، كان عن العلاقه الزوجيه، عن العلاقه الجنسيه، عن يمكن مشاكل بين الزوجين، ايه او يمكن عن ايه عن اي شيء، عن عصبية معينه موجوده عند الاهل بوقت معين والولد ممكن يفهمها، وكانه في مشكله كثير كبير بالعائله اكيد، بس لانه ما عم نحكي فيها وبنعتبره كانه ما شافها وما سمعها. من هيك لازم نحكي بكل شيء ونفسر له. دكتور دزيري
عزيزي شكرا لك دكتور بعلم النفس واستاذه جامعيه، اكيد ضروري انه يكونوا مثل ما بتدعي دائما وبندعي دائما انه الاهل يكونوا بحوار دائم بين بعضهم ومع الاولاد، هيدا هو الحل الوحيد. وفي هلا بنرجع بنتابع على لايف، خليكم معنا.